لكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو حتى يستفيد الجميع. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أطلقوا عليه ألقابا شتى، بينها المحارب، المقاتل، وأسد الأسود، ولهم الحق في ذلك، فمن يستطيع أن ينكر قدرات وقتالية أمرابة الصغير الذي قهر عمالقة خط الوسط بمونديال قطر، بداية مودريتش ومرورا بدي بروين، وما زال للقصة بقية. ولد سفيان أمرابط بتاريخ 21 أغسطس عام 96 لأبوين مغربيين بمدينة هازون شمال هولندا، حيث نشأ في أسرة بسيطة من الطبقة المتوسطة تعود أصولها لجماعة بن الطيب التابعة لإقليم الناظور بمنطقة الريف شمال المغرب. وكان هو الأخ الأصغر لشقيقين، الأكبر يدعى فوزي أمرابط، أما الأوسط فهو النجم المغربي الشهير نور الدين أمرابط، الذي نقل حبه لكرة القدم إلى سفيان، وكان يصطحبه باستمرار في تدريبات الفرق التي كان يلعب لها، حتى عشق سفيان اللعبة وقرر السير على خطى شقيقه، فانضم لفريق ديزولد فوجي، والذي مر منه أيضا نور الدين كأول ناد بمسيرته. مسيرته الكروية: في 2007 ذهب سفيان لإجراء اختبارات مع أوتريخت، وسنه لا يتجاوز 11 عام، ليبهر الجميع وينضم إلى أكاديمية النادي، فتدرج حتى وصل إلى الفريق الأول في 2014. وبعد 3 مواسم مميزة رفقة أوتريخت، انتقل عام 2017 إلى فاينورد، فتوج معه ب3 ألقاب محلية، لكن لم يستمر تواجده سوى موسما واحدا، ورحل بعد ذلك إلى كلوب بروج عقب عودته من المشاركة في مونديال روسيا، ليساهم في فوزه بالدوري. وفي صيف 2019 أتيحت له فرصة اللعب في الكالتشيو عبر بوابة هيلاس فيرونا كمعار، فتألق معه بشدة ليقرر النادي شراءه قبل أن يخطفه فيورنتينا في 2020. وعلى الصعيد الدولي، لعب سفيان لمنتخب هولندا تحت 15 عام قبل أن يتحول لتمثيل الفئات السنية لبلده الأصلي المغرب، وصولا للمنتخب الأول في 2017، وحاليا يملك 42 مباراة دولية. رفض هولندا. في 2017 تلقى سفيان اتصالا من ديك أدفوغات مدرب المنتخب الهولندي السابق من أجل اللعب للطواحين على صعيد الفريق الأول، لكنه طلب مهلة للتفكير، وحينها تلقى أيضا اتصالا من فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية، ويقول اللاعب: اتصل بي لقجع وقال لي: هل يمكنك أن تأتي إلى المغرب من فضلك؟ أريد التحدث معك وعائلتك. قلت له: لما لا؟ ذهبت مع والدي إلى المغرب لمدة 3 أيام، كان كل شيء منظما بشكل مثالي، وحين وصلنا تحدث إلينا رئيس الجامعة وقال لي إنه يريدني للعب للمغرب. بعد ذلك ذهبنا لمشاهدة مباراة بين المغرب والغابون في تصفيات كأس العالم، وخلالها تفاجأت كثيرا، لقد كان الملعب ممتلئا عن آخره، كان الجو لا يصدق حقا، شعرت بالقشعريرة. حينها تأكدت أني لن ألعب لبلد آخر غير المنتخب المغربي. وبعد أسبوع من هذه المباراة اتصلت بأدوكا لأشكره على اهتمامه، ولأخبره أنني أريده أن يكون أول من يعلم بقراري اللعب للمنتخب المغربي. ف
فعبر عن أسفه وأخبرني بأنه يحترم قراري.